نهني قناة زاكروس بتأسيسها ونتمنى لها من الأفضل للأفضل ونتمنى التوفيق من الكادر. احنا بنعرف انك انت اي برنامج تتابع القناة زاكروس الفضائية؟ والله حاليا اتابع الامور السياسية وبرنامج بلا اقنعة. نهني قناة زاكروس القناة المفضلة اللي هي دائما يعني نقول لكم على الخير على هالقناة الحلوة، ان شاء الله الكادر مالتها والمخرج مالتها يسمعنا وان شاء الله كلكم زينين. كل عام وانتم بخير، وقناة زاكروس من افضل القنوات واحنا من معجبين ببرنامج توني وبايام رمضان. نهنئ قناة زاكروس الفضائية في ذكرى تأسيسها السادس.